بسم الله الحمد لله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لسميه يعني نقرأ الآية 48 من سورة الزخرف وما نريهم من آية أي علامات الربوبية والألوهية اللي قد يقتنع بها قلة من الناس وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. شوف في بعض آيات القرآنية تلقى فما تسلسل زمني آية يرفقوا يقولوا أي مش يخليوا لك بني إسرائيل تخرج منهم أعراق بعد مدة طويلة وقصيرة من استعباد فرعون لهم يقتلوا ذكورهم ويبقي على الإناث للخدمة وللجنس وغيره وغيره. اقرأوا ابحثوا عن الآيات الروما وتشوفوا كل آية تأتي إلا وهي أكبر من التي سبقتها. شوف النظام الإلهي كم ربي سبحانه وتعالى لطيف بالعباد. ولو كنت فرعون يعجل لك يوريك ما اقتنعتش بالدرجة ذيك من البيان والحجة البالغة يعطيك مجال زمني ويجيب لك آية أخرى الآية الأخرى تغلبك ترى روحك ما عندكش كيفاش تبطلها. فتقول أيه يا موسى نقف عند هذا الحد عليه السلام نقف عند هذا الحد وخذ قومك واخرج بهم من مصر. وما نري من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. العذاب بعد شيء عذابه قيمته الأمة الخامجة ذي اللي قالوا بسم الله إلا من رحم ربنا في الشك حللان وعمى هاون انتقام عن طريق برقيبة فاتبعوا انتقام عن طريق بن علي وهو أخطر من اللول. اللول عنده يعني لا بأس به في الأفكار اللي ينوم بها المغفلي. بعد جاء المغلى ذاك بعد جاء السبسي وانتي ماشي يعني ولا واحد منهم كان ربان كان يخدم بالدين يوري كما نقول احنا ببرقيبة وري لي الافخارستي ما يمشيش في بلاد مسلمة اكتسب بعض المغفلين قال لي الرجل ذايا منا غيور على دين الاسلام هو ضبط هو كل سياسة كل تلاعب في الكلام وما لا فائدة باش نزيدوا نتعمقوا في دراسة هؤلاء اللي نعود ان شاء الله.